مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء خاص جديد من الصخرات المغربية، وضيفي هذه المرة الدكتور جمعة الماطي، هو رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير. أهلا بك دكتور جمعة. مرحبا. إذن دكتور جمعة، الآن جلسات في الصخرات حتى هذه اللحظة في ظل غياب طرف رئيسي هو المؤتمر الوطني، ما المتوقع خلال الساعات القادمة؟ المتوقع خلال الساعات القادمة أو غدا الجمعة هو أن يعود وفد المؤتمر الوطني العام إلى صخيرات، وقد تم مشاوراته ومداولاته مع أعضاء المؤتمر وجاء بالرأي الأخير والنهائي حول تفاصيل الاتفاق، مسودة الاتفاق المطروحة، وكذلك يعود بقائمة من أسماء المترشحين من قبل المؤتمر الوطني إلى منصب أحد نواب رئيس الحكومة، وربما أيضا يؤخذ من هذه القائمة كذلك مترشح لرئاسة الحكومة، لأن الاتفاقية تقول أن رئيس الحكومة يمكن أن يرشحه أي من الطرفين الرئيسيين أو أطراف أخرى مشاركة في الحوار. أما النواب الاثنين فنائب لا بد أن يؤخذ من قائمة مترشحي المؤتمر، والنائب الآخر يؤخذ من قائمة مترشحي البرلمان في طبرق. نعم، كيف رأيت سير عملية الحوار الآن منذ بدايتها في الصخرات وقبلها في غدامس وانطلقت إلى جنيف، الآن تعود مجددا إلى الصخرات؟ هذا السير الكبير جدا الذي يتحدث البعض أنه يسير ببطء كبير جدا في ملف الحوار الليبي. نعم طبعا، نحن كحزب التغيير لم نبدأ مسيرة الحوار إلا من خلال مسار الجزائر للأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين. كانت هناك ثلاث جلسات في أو جولات في الجزائر، ثم بعد ذلك شاركنا في جولتين للحوار في جنيف في بداية أغسطس ثم في بداية سبتمبر، والآن شاركنا في الجلسات التي نأمل أن تكون نهائية في الصخرات. أعتقد أن جلسات الحوار الليبي منذ أن انطلقت في غدامس قبل حوالي سنة اتسمت بالبطء، اتسمت بالتردد في كثير من الأحيان، اتسمت بضعف في الترتيبات اللوجستية أحيانا والتنقل والسفر والتأخير في الحضور يعني. ولكن عندما نسأل الإخوة الذين شاركوا في أول جلسة في غدامس والآن، نجد أنه حدث تغير كبير في المزاج العام، في النفسية، في كيفية يتعامل المتحاورون أو المتحاورين مع بعضهم البعض. أصبحت الآن هناك أريحية أكثر في الحديث، أصبحت هناك أحاديث مباشرة وحوارات مباشرة. تذكر أنه في البداية كان يرفض وفد البرلمان أن يجلس مع وفد المؤتمر الوطني العام أو حتى يسلمون على بعض أو يحيون بعضهم البعض، والآن أصبح فيها يعني أكثر أريحية في الحديث المباشر والتعامل، وهذا هو الذي يجب أن يكون. نحن جميعا أبناء وطن واحد وشركاء في هذا الوطن، ومهما وصلت وبلغت الاختلافات السياسية لا يجب أن يمنعنا ذلك من الحديث المباشر مع بعضنا البعض، ووضع كل هذه الاختلافات في الرأي وفي الاجتهاد والاختلافات السياسية وضعها على الطاولة لمناقشتها لمحاولة إيجاد مخرج، لأن في نهاية الأمر الحل في ليبيا هو حل سياسي وحل سلمي، والقتال والحروب مهما استمرت لن تكون هي الحل، ولن يكون هناك غالب ومغلوب، وكل الحروب والمعارك والحروب الأهلية تنتهي في نهاية المطاف إلى جلوس على الطاولة ومفاوضات وحوار وحل سياسي. نعم، أنتم كأحزاب وأنت كممثل لأحد الأحزاب الليبية الآن، كيف ترى دور الأحزاب الليبية في داخل قاعات الاجتماعات؟ هل هو كشاهد أم كوسيط أم هو طرف رئيسي في الحوار مقارنة بالمؤتمر والبرلمان؟ في البداية عندما انطلقنا في الجزائر كأحزاب ونشطاء سياسيين كان دورنا هو دور رافد وداعم ومساعد للحوار، وكذلك مسارات أخرى انطلقت مثل البلديات في بروكسل، مثل المرأة في تونس، مثل بعض اجتماعات الشيوخ القبائل في مصر، و يعني مسارات مختلفة، ولكن يبقى المسار الرئيسي هو الذي انطلق في غدامس وجاء إلى الصخيرات، وهو مسار الطرفين الرئيسيين وهم المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب. دورنا نحن هو إعطاء الآراء والأفكار، إثراء النقاش، إعطاء مقترحات يمكن أن تخرجنا من أي مشكلة أو مأزق أو صعوبة في التقدم في الحوار، ومساعدة الطرفين على تقريب وجهات النظر بينهم. نحاول أن نوظف علاقاتنا واتصالاتنا
كثير من أعضاء المؤتمر الوطني العام وكذلك ببعض أعضاء البرلمان في تبرك، نوظف هذه العلاقات وهذه الاتصالات لحث الجميع على ضرورة التقارب وضرورة الاتفاق على حل سياسي في أسرع وقت، لأن التأخير ليس في مصلحة ليبيا، التأخير ليس في مصلحة المواطن الليبي. المواطن يعاني يوميا، يعاني حياة صعبة، يعاني من أشياء كثيرة، انقطاع الكهرباء، تأخر الرواتب، الخلخلة الأمنية، الحالة النفسية السيئة. المواطن الليبي لا يرى أفق، متشائم، خائف، يعني يخشى على ليبيا وعلى مستقبلها وعلى مستقبل أبنائه. وبالتالي على السياسيين وخاصة الذين في مستوى المسؤولية مثل المؤتمر الوطني والبرلمان، عليهم أن يدركوا هذه المسؤولية، يدركوا معاناة المواطن الليبي، وعليهم أن يعكسوا حرصهم ومسؤوليتهم في أن يخرجوا بحل في أسرع وقت. نعم، أنتم كأحزاب لكم الحق في ترشيح أسماء للحكومة القادمة، نتحدث عن الرئيس والنواب، نتحدث عن الوزراء والحكومة القادمة. الآن هل بدأتم تناقشون هذا الأمر في داخل الاجتماعات مع البعثة العمومية أم تنتظرون عودة المؤتمر الوطني؟ لم نبدأ في أي نقاش أو تشاور حول الأسماء والترشيحات لسبب بسيط، وهو أن المؤتمر الوطني العام لم يأتي بعد بقائمة مترشحين. نعم، البرلمان أعلن عن قائمة مترشحين وربما سلمت هذه القائمة إلى بعثة الأمم المتحدة، ولكن ما لم يسلم المؤتمر الوطني العام قائمته كذلك لن يبدأ أي تشاور حول تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية أو حكومة التوافق القادمة. وبالتالي أي تأخير هو تأخير في الوصول إلى الحل، وهو تأخير في إنهاء معاناة المواطن الليبي والخروج بليبيا من هذا النفق المظلم. نعم، قام الفترة الماضية المؤتمر الوطني بتغيير الوفد الحواري التابع له في الصخرة المغربية. هذا التغيير الآن هل ترى فيه تقدم لمسار الحوار أم زاد إرباك المشهد، خصوصا أن بعض الشخوص أثار جدل؟ في نهاية الأمر الذي يملك القرار هم أعضاء المؤتمر الوطني العام مجتمعين، وهذا حقهم أن يختاروا من يمثلهم كفريق للحوار. وأنا أعتقد أن تغيير الأفراد ليس يعني له أهمية كبيرة بقدر ما موقف المؤتمر ككل هو المهم، لأن الفريق يأتي هنا بتوجيهات محددة وبسياسة محددة يمليها عليه المؤتمر ورئاسة المؤتمر، وهو يريد أن ينفذ هذه السياسة وهذه التوجيهات. الموقف المهم الذي يمكن أن يساعد كثيرا هو موقف المؤتمر ككل وجميع أعضاء المؤتمر. إذا ما كانت لديهم إرادة قوية وصادقة، ونحن لا نشك في صدقهم أبدا، لو كانت لديهم إرادة قوية في أن ينهوا هذه المشكلة وأن يصلوا إلى اتفاق مع الطرف الآخر في أسرع وقت، فسيتم ذلك وفريق الحوار سينفذ توجيهات وقرارات المؤتمر الوطني العام. رأيك المسودة الأخيرة الآن المعدلة بعد إضافة تعديلات المؤتمر الوطني عليها، هل هي مرضية لجميع الأطراف؟ بالتأكيد، أنا أعتقد أن آخر ما وصلنا إليه من صياغات ومن تعديلات ومن مواد في شكل المسودة أو الملاحق أو أي وثائق أخرى تضاف إليها لتشكل معا وثائق الاتفاق، هي أفضل ما يمكن، هو أفضل ما بالإمكان. لن يكون هناك حل مثالي، لن يكون هناك حل مثالي على الإطلاق يرضي جميع الأطراف، لأن كل طرف سيشعر أنه خسر بعض النقاط، ولكن هذا هو بيت القصيد. الحل لابد أن يكون حل توافقي، بمعنى أن الجميع يبدي مرونة وتوافق وربما يعني كسب مواد ويعني والتنازل عن مواد أخرى في سبيل أن يكون هناك حل مقبول لكل الأطراف، لأنه هذه ليست مباراة كرة قدم سيكون فيها رابح أو خاسر. ربما التعادل هو أفضل شيء لليبيا، لأنه إذا ما ربح المؤتمر وشعر أعضاء البرلمان بأنهم خسروا لن يلتزموا بتطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع، والعكس كذلك. إذا ما شعر البرلمان في تبرق بأنهم فازوا بكل نقاطهم وبكل مطالبهم وشروطهم، وشعر المؤتمر بأنه خسر، فلن يوقع ولن ينفذ هذا الاتفاق على أرض الواقع، وبالتالي الخاسر في النهاية هو ليبيا. لابد من المرونة، دائما نؤكد للجميع، لابد من المرونة وروح التوافق من أجل ليبيا. ليس من المهم أن ينتصر هذا الطرف أو ذاك، المهم أن تنتصر ليبيا، ينتصر الوطن، ينتصر شعب ليبيا. أنت تتحدث هنا عن التوازن، تتحدث عن التوازن. هذا الاتفاق الجديد
جديد بوجود مجلس الدولة هو جسم وليد في ليبيا، هل تعتقد أن الاختصاصات التي منحت له في حال نجاح هذا الاتفاق وتوقيع المتر الوطني ستخلق نوع من التوازن بينه وبين السلطة الرئيسية هي البرلمان حسب الاتفاق؟ نعم، بما يتعلق ببند في الاتفاق حول المجلس الأعلى للدولة وهو الجسم الجديد الذي سيدخل فيه المؤتمر الوطني العام، هذا المجلس في البداية كان مجلس استشاري ليس مجلس تشريعي، ولكنه أخذ حسب الاتفاق أخذ صلاحيات كثيرة جدا، منها الموافقة على الحكومة، منها محاسبة الحكومة وإجبارها على التشاور معه، منها حق سحب الثقة، منها الموافقة على أي تشريعات وتعديلات دستورية. وبالتالي نعم، هذا المجلس المجلس الأعلى للدولة على الرغم من أن طبيعته هي طبيعة استشارية، ولكنه أخذ كثير من الصلاحيات التي تخلق توازن حقيقي ولا تجعل طرف معين مثل البرلمان ينفرد بكل شيء في ليبيا. لا ننسى كذلك أن الحكومة التي ستخرج من هذا الاتفاق، حكومة التوافق الوطني، ستكون لها سلطات واسعة جدا. أخذت هذه السلطات من البرلمان، كانت هذه السلطات لدى البرلمان فقط، نقلت الآن حسب هذا الاتفاق أو ستنقل حسب هذا الاتفاق إلى الحكومة وإلى مجلس رئاسة الحكومة، وهذا أيضا ضمان آخر أنه لن ينفرد البرلمان أو جهة معينة بالقرار وفرض أشياء معينة في ليبيا. ما هي أهم اختصاصات والتنازلات التي منحت لمجلس الدولة لخلق نوع من التوازن؟ هل نتحدث عن إقالة الحكومة، محاسبتها؟ أولا الموافقة على الحكومة، ثانيا سحب الثقة من هذه الحكومة، ثالثا الحكومة يجب أن ترسل أي قوانين أو أي سياسات ترسلها للمجلس الأعلى للدولة كذلك للتشاور واستماع إلى رأيهم فيها، ثالثا أن تشريعات معينة لابد أن ينظر فيها المجلس الأعلى للدولة ويقول فيها رأيه كذلك، وإن كانت هذه القوانين والتشريعات ستصدر من خلال البرلمان فقط لأنه هو الجهة التشريعية، وبالتالي هناك توازن حقيقي في رأيي في الاختصاصات. نحن كمسلمين دائما مطالبين بأن نتفائل، الله سبحانه وتعالى يعني يأمرنا بالتفاؤل وديننا يعلمنا التفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوه، ومصلحة ليبيا تتطلب التفاؤل. الإحساس بالمسؤولية والإحساس بالخطر على ليبيا يتطلب التفاؤل، هذا التفاؤل يبدأ أن ينعكس في قرارات حكيمة وقرارات سريعة وقرارات إيجابية من المؤتمر الوطني العام اليوم وليس غدا أو بعد غد، لأن أي تأخير التأخير الوقت الآن يصبح يحسب بالساعات وليس بالأيام. نعم، اسمح لي يا دكتور جمعة نذهب إلى فاصل قصير، وكذلك أنتم أعزائي المشاهدين نحييكم من صخرات المغربية، ونذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لنواصل الحديث مع دكتور جمعة القماطي هو رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير.